السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم معانا فيديو قصير جدا بس بخصوص الاوبشنات اللي تفعلت بالجانب. احنا بعد ما سوينا الووتر شيد هواي سألت هاو تو اكتف الايكونز اللي خاص بالستريم الجمنت تول والجكشن بوينت تول والريزرفوار والليف تول انيثينج، يعني كل هذه الامور شلون انا اقدر افعلها واستخدمها. هسه نعتبر هذا الشيء غير موجود، اقدر كانه افتح نيو ووتر شيد، يعني مثلا عادي انه مثلا بشغل جديد فني ووتر شيت. هسه هنا انا استغل هذا المكان هنا ارسم بيه. فهسه انا ضغطت مثلا على ستريم الجمنت تول، بعد ما اضغط عليها شلون اقدر افعلها واشتغل عليها؟ هواي اخوه سالوني انه انا اضغط بالجانب على الجريد ما تشتغل عندي. الخلل عندك وين؟ باي ايكونز؟ انت تختار هالايكون، بعد ما تختارها راح تشوفها تحولت باللون الازرق الفاتح، معناها شنو؟ معناها تفعلت. تروح على اي مكان تريد ترسم انت بيه، تضغط على الايكون اللي هي موجوده بالكيبورد اسمها كنترول، اللي اختصارها سي تي ار ال، موجوده بالاسفل بالجانب الايسر الايسر صايره اخر الايكونز. مجرد ما تضغط عليها تروح تضغط بالزر الماوس اللي خاص بك التأشير، تضغط هنا وتمشي هالشكل الى انه مثلا تتوقف، يعطيك اسم الستريم تسميه تقول له اوكي تمام سمى لك هذا الستريم. هسه بعدين اريد اضيف الجكشن بوينت، ايضا اضغط بريس كنترول واضيف جكشن بوينت هنا، مثلا اضيف جكشن بوينت هنا، اضيف جكشن بوينت هنا، وهكذا ضاف جكشن بوينت لكل نقطه. اضيف مثلا ريزرفوار تول، ايضا اختار مثلا من هذه، ايضا اضغط بكل خيار اختاره اضغط ريزرفوار بهذا الشكل، اسمي مثلا كذا اقول له اوكي. لاحظ كل الخيارات هاي تقدر تفعلها اذا كنت انت تنوي ترسم فري سكتشمنت، يعني ما عندك نهر رئيسي، او تفعل اي خيار ثاني. فالتفعيل مالتها بهذه الصيغه انه انت تختار الاوبشن من هنا، بعد ما تختاره راح يتفعل بهذا اللون، يكون عليه اللون الازرق الخافت، وتروح هنا تضغط بريس كنترول يلا تروح تقدر تشتغل ايا كان الاوبشن اللي انت تريد تشتغل عليه. هذا فيديو قصير جدا بس بخصوص الاوبشنات، سواء كانت بالووتر شيت سيت اب او بالريزرفوار نتورك، ايضا اكو اوبشنات خاصه فيه. هسه هينو ضمن الريزرفوار نتورك، لاحظ ايضا عندك اوبشن تريد تضع انت ريزرفوار تمام، فتريد تخلي ريزرفوار في اي مكان ثاني فتقدر تخليه عن طريق هذا الاوبشن، وكذلك بخاص بالريتش تول انيثينج الجكشن بوينت تول ايضا تقدر تضيفها. يعني هذه الامور اي خيار تقدر انت تضيفه هنا عن طريق تضغط بريس كنترول وبعدين تحدد بهذا المكان من هنا الى هنا تقدر تحدده ونضاف لك اياه. غير هذا الاوبشن ما تقدر انه انت تضيف طريقه ثانيه. فاغلب الاخوه كانت عندهم مشكله بهذا الموضوع، نقدر نحلها عن هذه الطريقه انه انا شلون اقدر اضيفه. اذا عندك اي سؤال او استفسار او مشكله ثانيه واجهتها بهذا البرنامج تقدر انه تراسلنا على القناه او تترك لنا ايميل او تترك كومنت خاص بهذه الفيديوهات الخاصه من هذا الموضوع. ان شاء الله احنا نجمع حل ونسوي له فيديو واحد نسميه حل مشكله معينه ضمن البرنامج. الى هنا نلتقيكم في فيديو اخر من هذه المجموعه. دمتم بامان الله وحفظه.